السلام. سمعنا التفريق بين من كان أهله في جدة ومن كان أهله خارج جدة، يقول يجوز تأخير الإحرام حتى يصل إلى أهله إذا كان خارج من أهل جدة وهو كان مثلا ساكن في القصيم. ما أدري يعني وجه التفريق بين هذا وهذا، مع النبي صلى الله عليه وسلم قال الأول أهله خارج جدة، نعم، خارج المواقيت، والثاني أهله داخل المواقيت. سمعنا التفريق أنه يقولون يجوز مثال الأول أهله أين هم؟ مثل أهله في الرياض زي والثاني أهله في جدة. هذا أهله في الرياض وأراد يعتمر جدة. نعم نعم. والثاني أهله في جدة وأراد أن يعتمر، ولكن قال أو أراد الزيارة لأهله، وفي هذه السفرة يريد أن يعتمر، ينوي الاعتمار. نعم، يعني وجه التفريق يقولون يجوز تأخير الإحرام. التفريق بينهما ظاهر، لأن الرجل الذي يذهب إلى أهله في جدة ذاهب إلى أهله سواء اعتمر أم لم يعتمر، لكن يقول سأعتمر إذا بقيت أسبوعا أو شهرا أو ما أشبه ذلك. كما أن الرجل من أهل مكة لو أنه سافر من القصيم إلى مكة ذهب إلى أهله وهو يريد أن يحج هذا العام، فإننا لا نلزمه أن يحرم إذا مر بالميقات، لأن هذا الرجل ذاهب إلى أهله. وكذلك المسألة الأولى الذي ذهب إلى أهله في جدة. أما الذي من أهل الرياض فهو مسافر، حتى في جدة هو مسافر غير مستوطن، فإذا ذهب إلى جدة لغرض لشغل زيارة أو تجارة أو وظيفة وهو يريد أن يعتمر في هذا السفر، هذا السفر جامع بين أمرين، فإن نقول لا تجاوز الميقات حتى تحرم، لأنك أنت مسافر حتى وأنت في جدة. أما ذاك فهو مستقر في وطنه إذا وصل إلى جدة أو إذا وصل إلى مكة. الوالدين أو يعني سكنوا حتى لو فرضنا أن أهله في جدة ساكنين أمه وأبوه، لكن هو في الرياض ساكن، هو متزوج في الرياض مثلا، متزوج في الرياض وساكن في الرياض، ساكن في الرياض وأهله وأمه وأبوه في جدة. نعم. الآن هو إذا جاء إلى جدة فهو مسافر. نعم. فهنا يلزم عليها، يجب عليها. فهنا إذا أراد أن يذهب إلى 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 أهله للزيارة وهو مريد أن يعتمر، نقول لا بد أن تحرم من الميقات. طيب ما يعد له وطنان هنا؟ لا، ما هو وطن. وطن ليس وطن، هذا وطن أبيه وأمه، ولهذا لو كان في رمضان فله أن يفطر.